الطويل ربنا يعينك يا فندم. احنا بعضينا تحت امرك يا عم وزير. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الروح هذا محمد عبد الجواد. حاضر يا عم وزير. احنا مرتاحنا يزيد مع ابوي مصر. يزيد يزيد بس ان شاء الله. تحليل عينة دماء المجني عليه.
احنا بنطلب تحليل عينه دم البكتيريا عليه اللي بتاخد الدكتور بالشرح ببيان المواد المخدره اللي فيها. احنا بقى بس احنا مش عاوزين نعرف، احنا جاهزين، بس احنا بندي الطلب ده للمحكمه قبل ما يكون الدفاع، لان بالفعل ده شخص كان غير متزن نفسيا، وكمان في جزئيه ان هو بيعالج نفسيا، بس طبعا اوراق علاج دي عند دكاتره خاصه ومرتاد عليها. الضربه كتير. الضربه مع الريس تنزل فوق هنا عند الكتف من فوق. وطبعا الجزئيه دي لو دخلنا في غمار الموضوع في جزئيتين. في طعمه ايه على لسان موجب التحريات وعلى لسان المبنى زوجه المتوفي، وفي في الطب الشرعي ان في طعمتين، والطعمتين في واحده هنا وواحده هنا. فاحنا مع الريس احنا برضه عاوزين نستبان حقيقه الموضوع، وانهي ضربه الاولى للوفاه؟ وانهي ضربه اللي احدثتها المتهم؟ احنا عندنا ضربتين. جايز هو اللي احدث الثانيه دي بنفسه. فاحنا مع الريس احنا لو فسات الدور والطبيب الشرعي حتى يسقط اذا كان في امكانيه انه يحلل عينه الدم، لان بالفعل مفيده ومضره في الاوراق اذا كان فيها مخدرات ولا لا. واحنا كدفاع انا عملت اللي عليا، انا اتصلت بطبيب شرعي في جامعه الفيوم امس، استفسرت منه من هل جدول ان الماده المخدره تفضل في الدم اللي محفوظ في الثلاجه او محفوظ على سن التصدير، فهو اقر لي ان بالفعل تفضل موجوده لمده 6 شهور طالما الدم محفوظ بطريقه سليمه وطريقه صحيه. فاحنا معانا رئيس احنا الطلب اللي طلبناه في النيابه بنعيده امام المحكمه، واحنا تحت امر المحكمه ورغم اشاره الهدف من هذا الطلب طبعا الاغنياء الدم الموجودين اللي هي الاب والام الموجودين في فعل الاوراق كلها بتقول ان السيده دي ما كانتش موجوده على مسرح الواقع، ان هي جت بعد فلوس الاتصال، وان والده او والدته او والدته اتسالت قالت ان هو في بعض الاحيان كان بيحدث اصابته بنفسه. فطبعا الطلب مطروح على المحكمه الاخرى. ما هو ما شافتش. ما شافتش فين اللي جنبي. انا دخلت باب الحمام وقفلت. لم تشاهد شيئا. مراته دي قصه ثانيه يا فندم، لان يعني وصلنا بعد المعلومات ان هي لسه اصلا كانت بتعمل دعوه اسباب زواج والدليل على ذلك عدم حضورها وعدم وجود دعوه مدنيه، لان هي الشاهده الوحيده في الاوراق ولم تشاهد شيء. انما بالنسبه للام والاخت قالوا ان فعلا اللي حصل ان هو احدث اصابته بنفسه ايا كانت حدوث الاصابه. طبعا احنا ضد هذا الامر، ولكن ضد الاتصال التهمه المتهمه بريئه، وحضراتكم دايما بتحاولوا عليها. فاحنا بنطرح الطلب وفي نفس الوقت جاهزين للمرافعه بعد سماع اولياء الدوله. تحت امرك. تحت مع رئيس المجني عليه، يعني انا اسف في الوقت، ولكن هي من الواضح انها غير ملتزمه. ليه سيادتك؟ في الاوراق هنا لما السيد بيقول لك هي بسالها انت الكلام ده حصل امتى والوفاه حصلت امتى؟ سيادتك قالت ده حصل الساعه 10 الصبح. في حين ان اساسا دكتور الوحده اللي كشف وبلغ المركز كان الساعه 7 مساء. اللي جاب له 10 الصبح ل 7 بالليل. ففي معاه رئيس عدد طلب الدفاع الحاضر عن المتهمه تحليل عينه الدم المأخوذه من المجني عليه لبيان اذا كان تحوي مواد مخدره من عدمه. طلب سماع شهادة والد المجني عليه ووالدته. الطلب الأول مع الرئيس طلب تحليل، وطلبت أمر المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعي لسؤاله، استدعاء الطبيب الشرعي لسؤاله عن هذه الجزئية. كلمتين بس حتى يعني على كل المحكمة قلبها من ناحية المجني عليه أولياء الدم بس يتهم ولا لا؟ خلاص سمع مطاع يا فندم. الحاضرين مع المتهمة التمس البراءة دافعا باندفاع أركان جريمة الضرب المفضي إلى الموت بركنيها المادي والمعنوي وعدم تواجدها على مسرح الواقع طبقا لأقوال من تم سؤالهم في التحقيقات، عدم جدية التحريات وتناقضها فيما بين بعضها البعض،
وما بين تحقيقات النيابة العامة وما بين ما ورد في تقرير الصفة التشريحية في عدد الضربات وأماكن حدوثها وتناقض محرر محضر الضبط في محضره المؤرخ 3/8/2023 و 5/8 مرة كم؟ 3/8/2023 و 5/8/2023 خلو الواقع من سمة شاهد رؤية واحد شاهد المتهمة على مسرح الواقعة أو شاهد المتهمة في إحداث الضربة التي أدت إلى الوفاة انقطاع علاقة السببية فيما بين الفعل مع عدم التسليم بالواقعة برمتها وما بين النتيجة التي حدثت وتدخل عوامل أخرى كالإهمال في العلاج وإنقاذ المجني عليه رحمه الله. معالي الوزير في إيجاز حيث أروحنا على المحكمة مؤخرا حتى لا أدور على حق زميلي الفاضل، هذه القضية جاءت خالية من الدليل، واحنا تعلمنا من حضراتكم وزال نتعلم وسنظل ان شاء الله ان جريمه الضرب المفضي الى الموت لابد ان يكون هناك فعل مادي وهو الضرب والنتيجه والقصد البنائي، وهذا غير متوافق تماما في حق المتهمه الماثله لعدم تواجدها على مسرح الواقعه اثناء الواقعه. بدايه الاوراق يا معالي الوزير، السيد الفاضل محرر المحضر في محضره المؤرخ 3/8/2023 قال يا فندم من خلال الفحص المبدئي مشاجرة فيما بين المجني عليه رحمه الله وزوجته اللي احنا مش عارفين هي زوجته ولا لا لغايه دلوقتي واشقائه ووالدته، وبعدين وحاول المجني عليه التعدي عليهن فعجلته المدعوة سعيدة بالضربة بسكينة بطعنتين بأعلى الكتف الأيسر فقام بالسقوط الأرض. تنقر مع ذلك مع نفسه في المحضر المؤرخ 5/8 وقال بسبب خلافات عائلية تدخل على إصرارها المبني عليه زوجي الأخيرة وتشاجر مع شقيقته الأولى والثانية فقامت على إصرارها المتهمة الأولى بالتعدي على المجني عليها. لان احنا هنا مع الوزير الواقعه فيها تناقضات واضحه، وقبل هذه التناقضات خلوها من الدليل او شاهد رؤيه واحد، لان زوج المجني عليه رحمه الله قالت انا اول ما شفت المشاجره دخلت في الحمام وقفلت وبعدين طلعت لقيت زوجي المجني عليه رحمه الله بيتطوع وغرقان في دمه. ألم تشاهد من محدث الإصابة؟ لا، وبالتالي هنا لا يوجد شاهد واحد. طيب الأكثر من ذلك يا معالي الوزير، شاهد لما سئلت قالت أنا ما شفتش مين اللي ضربه لأن كنت في الحمام ساعتها وهم الثلاثة ما كانش فيه حد غيرهم. طيب هنا الركن المادي منتفي تماما لعدم تواجده. نأتي لسؤال السيد الضابط. السيد الضابط سئل في تحقيقات النيابة العامة مع الرئيس وقال نصا كده في صفحة 50 عدد الضربات الطعنة واحدة، على الرغم ان هو في المحضر الأول قال طعنتين.
استقرت تلك الطعنه بكتف المجني عليه. بكتف المجني عليه. نفاجئ في التقرير في صفحه 67 الجثمان به اصابه نافذه باسفل يسار واعلى السطح. معاينه النيابه العامه ومناظره الجثمان وجود اثر اصابي بالكتف الايسر من الامام واثر اصابي في الكتف من الخلف. طرق قدام على الوزير يؤكد ان هذه الواقعه جاءت خاليه وماتت قبل ان توجد. ملاحظات النيابه العامه الموقره. ملاحظات النيابه العامه يا فندم في صفحه 70 قالت سبب تقرير الصفه التشريحيه بمعرفه الطبيب الشرعي إصابة طعنية نافذة بأسفل يسار العضد نتجت من الطعن بجسم حاد صلب أيا كان نوعه. سيبنا الصدر خالص وطلعنا لغاية العنق وشتان ما بين هذا وذاك. طيب الوفاة بقى نتجت إزاي؟ الوفاة إصابية نتيجة الإصابة الطعنية النافذة بيسار أسفل وأعلى الصدر. أنا مش عارف هي طعنة واحدة في الكتف ولا طعنتين في من الامام والخلف ولا طعنه في العنق من اعلى ولا طعنه في اسفل الصدر واعلى الصدر. هذا الامر طبعا مطلوب تقديره لعداله المحكمه الموقره وهي الخبير الاعلى في الدعوه. طبعا قصه اولياء الدم النيابه العامه الموقره لم يفوتها ذلك. وقالت ولكن مع احترامنا الكامل والشديد أنه ينا على قرار زاوية المتوفى رحمة مولاه في صفحة 71 من والدة وشقيقته أن محدث إصابتي بنفسه على سند من القول تمثل أنهم لم يعاصروا إصابتي حال حدوثها ولم يسندوا الاتهام لآخر بشأنها. ورجع في النهاية قال عشان تخليصا للمضار الأسرية الناجمة. ولكن أكد الدفاع عن إذن عدالة المحكمة الموقرة أن في تحقيقات النيابة العامة لم يتهم المتهمة أحد في تحقيقات النيابة العامة لم يتهم المتهمة أحد من ذوي المبنى عليه وأولياء الدم